يعتبر دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع إحدى الخطوات المتقدمة التي أصبحت برامج التأهيل المختلفة تنظر إليها كهدف أساسي لتأهيل ذوي الاحتياجات، وأصبح عزلهم أهم العوائق التي تقابلهم بحياتهم. ذوي الاحتياجات الخاصة هي تلك الشريحة من الناس الذين فقدوا أحد حواسهم أو أحد أعضائهم، لكن هذه الشريحة تبقى دائما قوية الإرادة وتريد أن تحقق نجاحا وأهدافها في الحياة كذلك مثل الناس الطبيعيين. بهذه المناسبة نتواجد في أحد معارض مدينة إسطنبول التي يعرض مجموعة من الآليات من المساعدات لهذه الشريحة من المجتمع للعيش الطبيعي. زاد الاهتمام في تركيا على مستوى المنظمات والجمعيات وعلى المستوى الشعبي لما للدمج من أهمية كبرى لهذه الفئة، حتى نادت بعض الدول بالدمج العام وليس بالدمج الجزئي فحسب، وبمبدأ الحياة للجميع. وللتأكيد عن هذه الأهمية عرف فضاء مركز إسطنبول معرضاً خاصاً قدمت فيه مجموعة من الشركات والجمعيات آخر الابتكارات والآليات لمساعدة الإنسان المعاق من عيش حياة عادية وأن يصبح عنصراً فعالاً في المجتمع. وقد اغتنمنا هذه الفرصة وأجرينا حواراً مع أحد المسؤولين في مديرية إسطنبول لذوي الاحتياجات الخاصة. مركز آيسوم هو مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في إسطنبول. في الوقت الذي كان فيه رجب طيب أردوغان رئيسا لبلدية إسطنبول تم افتتاح هذا المركز عام 1994، ومن ذلك اليوم وحتى الآن شهد تقدما كبيرا. ولدينا اليوم في إسطنبول 22 مركزا ونقدم الخدمة ل 99 ألف معاق. يعتمد دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع على عنصرين أساسيين، أولهما التكامل الاجتماعي، ويشير إلى اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة مع التلاميذ العاديين في الأنشطة غير الأكاديمية مثل اللعب والرحلات والتربية الفنية. التكامل المجتمعي ويعني إتاحة الفرصة لهذه الفئة للحياة في المجتمع بعد تخرجهم من المدارس أو مراكز التأهيل، بحيث نضمن لهم حق العمل والاعتماد على أنفسهم قدر الإمكان. وهذا ما لمسناه لدى السيدة فاطمة والتي تشغل منصب محامية مديرية إسطنبول لذوي الاحتياجات الخاصة. من المهم أن يتم فهم الإعاقة قبل تقديم الخدمة لهؤلاء الأشخاص، ولابد من فهم ذواتنا ونحن وأصدقاؤنا بهذا الشكل. نحاول أن نخدم هؤلاء الأشخاص، والأصح أن يتم التعامل معهم بناء على أنهم بشر، ولا نهتم بطبيعة إعاقته أو مكانته الاجتماعية. نحن نخدم المعاق والعائلات المحتاجة، ونقدم الخدمة للمؤسسات ذات العلاقة أيضاً. أثبت ذوي الاحتياجات الخاصة أن الإعاقة لا يمكن أن تكون سبباً للإحباط أو الفشل، وأنه بالدعم الاجتماعي وبالدعم الناس يمكن أن يصبح الإنسان المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة إنساناً نافعاً وصالحاً لمجتمعه. رشيدة الفتموي لبرنامج الألوان السبعة قناة التركية إسطنبول.